طيب انا كنت كله سامعني كده اوكي طيب انا جيت لما الشباب كانوا بيتكلموا معايا على تيد بقول لهم ليه عايزين اجي في تيد فكلموا معايا شويه وبعدين قعدت افكر قلت تيد ستاندز فور عارفين تيد ستاندز فور ايه تكنولوجي انترتينمنت اند ديزاين انا ولا بعمل تكنولوجي ولا بعمل انترتينمنت ولا ليا في الديزاين بس كده قلت اما يانج انتربرنور يمكن عملت شركتي فدي حاجه كويسه بعدين لقيت سي اوز اوف هيوج هيوج كومبانيز فقلت اكيد مش دي قلت يمكن انفنشنز لقيت ناس بتعمل ريسيرش على صوت عالي قوي مش كده لقيت ناس بتعمل ريسيرش على ايموشنال روبوتس حاجه تسمعوها النهارده ناس تعمل حاجه كريتيف فيري فيري كريتيف فقلت اكيد مش دي وتم سبيرنج توداي اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده از ا مايند سيت I'm the youngest speaker today. I'm 25. ممكن يكون أصغر من ناس كتير في الأودينس. بس the idea I'm spreading is a way of thinking, which is experiential learning. حد يعرف الراجل ده؟ In ancient China, في واحد اسمه Confucius. It's a religion, by the way. قال tell me. And I forget, show me, and I may remember, involve me, and I will understand. حاجة من 551 قبل الميلاد. واحد تاني, أرسطو أو أرسطوطل. All for the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها قبل ما نعملها, بنتعلمها بان احنا نعملها ده كان امتى 384 قبل الميلاد في قصه كويسه جدا عن الراجل ده اسمه باولو فرير كتب كتاب اسمه ذا بيداجوجي اوف ذا اوبريست بيداجوجي في في اللغه بتاعه التعليم معناها طريقه التعليم او ميثودولوجي كتب كتاب الكتاب ده هو برازيليان اللي كان بيتساف في لاتين امريكا مع الكتاب ده كان بيتاخد السجن انا مش عايزكم تدخلوا السجن بس احكي لكم على فكره الكتاب الكتاب بيتكلم على ان ازاي الاوبريسرز او ساعتها الكولونايزرز الناس اللي كانوا محتلين كانوا بيستخدموا طريقه تعليم معينه عشان يوبريس الاوبريست اللي هم الناس المحتلين في افريكا لاتين امريكا كل الكلام ده كانوا بيستخدموا حاجه اسمها ديكتاتيك ليرنينج حد سمع عن الديكتاتيك ليرنينج بس كلنا جربنا الديكتاتيك ليرنينج حد قبل كده راح محاضره كلنا اكيد حصل معنا كده كان في دكتور محترم واقف اربع ساعات هو بس اللي بيتكلم هو ده الديكتاتيك ليرنينج اتس ا وان واي اوف ليرنينج واحد بيقول لك ايه الصح وايه الغلط وواحد بيقول لك ازاي تعمل واحد بيقول لك تبيليف في ايه اند دو نوت بيليف في ايه دي الحاجه اللي انا عايش حياتي دلوقتي بعمل عكسها والحاجه اللي باولو فرير قال ان لازم يتعامل عكسها باولو فرير عامل حاجه او قال لازم في حاجه اسمها experiential learning by show of hands مين يعرف الترم experiential learning excellent 10% طيب I need 3 volunteers the ladder is here I need 3 volunteers show of hands 3 volunteers okay please 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 Come to stage. دي مش عشان انام دي عشان حد يعمل بيها حاجه اوكي خليني معاك experiential learning is very simple ده سلم هنحول السلم ده to a learning experience مصطفى دلوقتي هيطلع السلم ده لغايه الاخر بمساعده سوري اساميكو شادي واحمد تمام طيب يلا عندك 2 مينتس عشان تطلع السلم امسكوا له السلم وما عندكمش اي حاجه تعرفوا تعملوها غير كلام ما تساعدوش غير بالكلام alright
لا لا بكل شادي ثبت السلم وخليه هو يطلع عليه انت بالكلام بس ثبت السلم هنا ودي سلم ودي سلم بتوني تعالى قدام تاني كمان اوكي كونتينيو يعني كونتينيو لقدام خليه يطلع سلم خليه يطلع سلم اوكي لا تاني لا ما تزعج معلش لف تاني بقى العكس بالظبط عكس ما كنت واقف كمل لقدام كمل كمل Thank you, guys. طيب very simply هم طبعا يعني قاموا معاه بالواجب بزياده شويه هم كان المفروض يلخبطوه يخلوه ما يطلعش السلم very simple example طبعا هنعمل بنديزاين بروجرام 10 days 20 days بس very simple example انه ممكن من الاكزامبل ده او من الاكسرسايز ده نعلم الناس decision making احنا في حياتنا بنبقى عايزين نطلع حاجات ونعمل حاجات بس في هيومن اوبستكلز الهيومن اوبستكلز دول اللي بيقعدوا يلخبطوك ويقولوا لك مش هتقدر ويقولوا لك مش هتعرف ويقولوا لك ان انت ما عندكش كيبابيلتي تعمل الحاجات دي so you have to trust your intuition مش كده لازم to follow your passion and your heart which is this ladder فهو برغم ما هم كانوا بيلخبطوه so he followed his intuition وطلع الladder This is very simply experiential learning. Learning through doing. في applications كتير. Worldwide في أكتر application معروفة. هتسمع عن Theater of the Oppressed. خالد. Theater of the Oppressed. This very interesting guy اسمه أوغستو بول. عمل نوع من الثيتر. الأودينس فيه ممكن يغير السكريبت. It's very interesting. يعني please شوفوه على يوتيوب. Very interesting. ممكن تطلع ناس بتبقى بتعمل البلاي وتطلع في وسط حد يقول ستوب وبعدين يطلع يقول له اعمل كذا اكنه هو الدايركتور ده ليه سموه مسرح المقهورين او ثيتر اوف ذا ريبست عشان الناس بيستخدموه كطريقه ان هم يخلوا الولاد في ممكن مناطق عشوائيه وفي ناس بتطبقه هنا في مصر يغيروا حياتهم يعرفوا انه لو انا بتضرب في البيت دوميستيك فايلنس اعرف ان انا اغير ده فيمثل البلاي دي ويقولوا له ازاي يغير حاجه زي دي very simple tools ب theater of the oppressed the experiential learning اللي انا بعمله بنستخدم experiential learning في حاجات كتير قوي منها في civic engagement حاجه من الحاجات اللي بنعملها بناخد ناس يعيشوا يوم في منطقه عشوائيه زي اسطبل عنتر او حي الزبالين ويعيشوا يوم بحاله في المكان ياكلوا يشربوا ويعيشوا يوم بحاله هناك مش يروحوا سياح احنا مره قبل كده كنا في اسطبل عنتر ومشين الناس عمالين يقولوا لها هلو 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 احنا شكلي مصري كويس يعني ورحنا هناك وبعدين واحد جاي لنا كده فبيقول له واحد صاحبه يعني بيقول له هم مين دول قال له لا ما تاخدش في بالك قال له مين يعني قال له دول وفد ايطالي جاي من استراليا قلت له وفد ايطالي وجاي من استراليا الاثنين فالولاد لما يروح حاجه زي كده احنا بناخد بقى انترناشونال سكول ستودنتس بناخد ولاد من باك جراوند مختلف تماما فهو مصر بالنسبه له المعادي والقطاميه و6 اكتوبر يبتدي يشوف مصر اللي هي اسطبل عنتر منشيه ناصر بقى اكسبيرينشال ليرنينج مهما قعدت اقول له في كلاس روم في ناس مش لاقيه تاكل وفي ناس فقيره لما اخده واروح يوم واحد يروح المكان it turns the life around حاجه مور انترستنج للكوربريت او اي حد عنده اورجانيزيشن بنعلم الناس تيم ديفلوبمنت او ان هم ازاي ديفلوب استراتيجي من بين بول جيم حاجه بسيطه جدا بنعلم الناس ازاي يبنوا السيلف ستيم بتاعهم من خلال ادفنتشر اورايت دي باي ذا واي دي شجره في تايلاند الارتفاع بتاعها 120 متر في 120 متر يعني قد سيتي ستارز مثلا 6 7 مرات في اركيتكس طبعا هنا ممكن
يجوا ورايا بس يعني ده الاستيميشن بتاعي ان بوليتيكال ساينس في رب الماث يكون مظبوط يعني. ف ايه كانت بتقول لنفسها انا مش عارف اعمل كده، بنت مصريه بسيطه ما بتعملش سبورتس محجبه، وفجاه بنقول لها اطلعي at 120 meter high tree. She's telling herself no I cannot do it and we tell her no you can't do it and she actually did it. Leadership development. ده رافتنج فور اكزامبل، ناخد الناس ونقول لهم يا جماعه you have to reach safety، حصل plane crash metaphorically speaking we have to reach safety. ابنوا رافت لنفسكم واعملوا رافتنج في الميه. They have to lead themselves الاول، they have to overcome their fears and they have to work as a team عشان يوصلوا لحاجه زي كده. Economic and cultural empowerment and so forth. The next step ان انا اشير معاكم ازاي ان learn through doing. What you did today is come to TED، مش كده؟ This is the concrete experience. جيت TED واتفرجت على ناس speakers ان شاء الله كلهم كويسين and inspirational، بس what's the next step؟ كلنا بنعدي ب concrete experiences مش كده؟ concrete experience دي ممكن تبقى بسيطه جدا، من اول انا جاي سايق النهارده كنت ماشي في الشارع whatever very small experiences. How to learn from them is through this cycle. مش هقول لكم details عليها it's a bit technical but this is the concrete experience. I go through an experience a certain experience and then I should learn from it. What's very important is the reflection. Reflection is through self or peer reflection. يا اما انا اقعد مع نفسي ارفلكت على اللي حصل what happened ايه ليه حصل. دي ثلاث حاجات three steps. ايه اللي حصل لازم اركز وفوكس على ايه اللي حصل بالظبط وليه حصل and then the next step is المره الجايه لما ابقى في نفس الاكسبيرينس دي اعمل ايه. You got that? Peer اقعد مع ناس اعرفها ويقولوا لي how to improve. When you go through an experience, أقعد معاهم وقولوا لي reflect on the experience. How can I improve? How can I do better? And then coaching. It's very important to have a coach. I was very lucky to meet people that experienced. And I assure you, إن بعد ما نمشي هروح أطلب business cards بتاعتهم كلهم عشان I want those guys to be my mentors. تمام؟ فcoaching is very important. Find yourselves a coach. Coach حد بيشوفك وأنت بتشتغل and then he coaches you on how to do that. اخر حاجه apprenticeship. حد شاف دي apprentice program دونالد ترامب؟ apprenticeship زي صبي الحلاق بالظبط اللي هو بيبقى معاه في المحل يفضل يقف معاه سنين سنين يتفرج عليه وبيعمل الحاجه دي by the time هو يكبر بيبقى ماستر للموضوع ده. هي دي apprenticeship. دي حاجه برده مهمه جدا and you can definitely learn from that في الفيلدز بتاعتكم الكتير. طيب انا I'll show you a very simple video of an experience. نانسي ان ايجيبشن ستودنت عملتها وكانت برضو بتقول لنفسها لا انا مش هعرف اعملها. الفيديو مش كامل للاسف ان هي مش الفيديو مش مبين الاكتيفيتي للاخر بس شديدة ذا سكند تايم اكتيفيتي انا نفسي لما عملتها ما كنتش متخيل ان هعرف اعملها. تخيلوا بنت مصريه بالكالتشر بتاعنا and she's telling herself no I cannot do it and she actually did it. Alright? Video please. All right.
Nancy actually did it. كان نفسي موجود النهارده عشان اوريها لكم هي عايشه الحمد لله. بس she actually reached safety وعملت الاكسرسايز ده. حاجه زي كده Nancy realized her potential. هي شايفه ان انا ممكن اوصل لهنا. عرفت by this ان هي تقدر توصل لهنا. This is experiential learning. I hope I wasn't did not take much of my time. الحمد لله خلصت 15 دقيقه. Thank you very much and enjoy the day.